أهلا وسهلا بكم الصباح، مش مختبئ في هذا النقاش الجديد من مدينة الدار البيضاء. سوف تتبعونا في اللحظات فقط الضعاجين التابعة من فقط عن أخرى. تمتنا من إيقاف واحد جوج الأشخاص اللي كانوا على متن دراجة ناية وتقتطفوا صاعقات باساج سميك. كان اي واحد يبغي يدوز من داك الباساج تيعتادو السبيل ديالو وتمنعوه بالمرور، الا وانهم يسلبوا ليه الاموال ديالو او الهاتف النقال او شيء من هذا القبيل. وتم الرصد ديالهم من طرف كاميرا المراقبه لولاية الامن الانفا وبالتنسيق مع فرقه الدراجين اللي تيعملوا في هذا القطاع. تمكن من الإيقاف ديالهم وكذلك حضور الضحية اللي تعرف على الأشخاص بجوج اللي كيكتبوا على متن ديال الدرجة النهائية اللي حسب أقوال بعض الناس أنها تمشي بها بواحد السرعة فائقة لأنها معدلة للصاعقات. إذا متسابقا تشوف ذلك مشكورين. إجا الأمن التابع لمنطقة الأمن أوفا وكذلك تم بث فيديو لعملية الإيقاف وعملية التربص ديالهم بعد المراه. من تتبع قناة شوف تيفي إلى هنا كنا وصلنا معكم نهاية المباشر وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.